ويست هام لايستر سيتي الدوري الانجليزي الممتاز البريمي ليج الجوله 31 واش عندنا كيفاش ويست هام اليوم يضرب بقوه يعني امام لايستر في الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني واش عندنا كيفاش ويست هام جينس اللي سجل هدفين في الدقيقه 29 جينس يعود ويسجل هدف في الدقيقه 44 شنا جارود روبن بويان الذي اضاف الهدف الثالث في الشوط الثاني في الدقيقه 48 يعني كليتيجي الذي قلص النتيجه في الدقيقه 70 واش عندنا كانت مباراه قويه خاصه ما بين اللاعبين خاصه ما بين المدربين يعني كل مدرب شنا دافيد مويس اللي دخل بخطه 4-2-3-1 شنا كيفاش بيرنادن المدرب تاع لايستر سيتي اللي دخل بخطه 4-1-4-1 وهي معلوم بها لايستر سيتي شنا كيفاش شمايكل في الحراسه جوني ريكاردو تيمونتي شنا ويسلي شنا دانييل اللي خرج دقيقه 46 يوري شنا كيفاش والفيرد شنا تينيس دينيس شنا جيمي باردي كليتيجي شنا كيفاش لوك لي توماس اللي دخل في الدقيقة 46 مارك يعني في الدقيقة 59 يعني كانت مباراة كانت شيقة وشاهدنا كيفاش سعيد بالرحمة كان في الاحتياط في هذه المباراة لوكاس في الحراسة اللي دار دور كبير يعني خاصة في الشوط الأول شنا عيسى ديوب شنا في آرثور شنا آرون شنا كيري توماس مارك شنا بابلو جوراد شنا جينسي المسجل هدفين يعني كانت المباراة وين نقولوا باللي رغم ذلك وين شاهدنا كيفاش نقولوا باللي استحواذ وين نقولوا 59% نسبة استحواذ لايستر سيتي 398 تمريرة بالنسبة لايستر سيتي 41% نسبة استحواذ ويست هام 269 تمريرة بالنسبة لويست هام يونايتد يعني كانت نقولوا باللي كانت مباراة وين كانت شيقة وين شاهدنا أهداف في الشوط الأول شاهدنا أهداف في الشوط الثاني يعني نقولوا باللي رغم ذلك نقولوا باللي خاصة معروفين بالأنصار تاعهم ويست هام ولايستر سيتي سمعة كبيرة يعني مدارس قديمة يعني عندهم تقاليد يلعبوا من أجل تقاليد ويست هام يونايتد أو لايستر سيتي هذه هي الجولة 31 ويست هام الدور الانجليزي الممتاز للبريمير ليج ويست هام يونايتد لايستر سيتي سعيدو كيفاش انتهت المباراة بعد ما كانوا منهزمين نقولوا بلي لايستر سيتي وين كانوا منهزمين بأربع أهداف لهدف شاهدنا كيفاش كليتيجي وين يضيف الهدف الثاني في الوقت البدل ضائع يعني وين انتهت المباراة بعد ما شاهدنا كيفاش جيبس الذي سجل الهدف لصالح ويست هام في الدقيقة 29 جيمس يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة جيمس في الدقيقة 44 جوردان وين يسجل الهدف في الدقيقة 48 كليتيجي وين يقلص النتيجة على المرتين في الدقيقة 70 والدقيقة كليتيجي يعود ويسجل الهدف في الدقيقة في الوقت البدل ضائع وانتهت هذه الجولة 31 ويست هام 3 أهداف لايستر سيتي هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليج.